لذ ما لذ لي ويلذ لي في الماكل رطب الخلاص خلاص. لو كان رطب سمين ويهض عسلي ساعور طبعي أثر في قلوب في الناس قلوب الناس رطب الخصاب ولذة في الماكل هذه الحين ما وراها وراها مرة لكن طبع يابس وزايد سكري وما الزبد ألطف وأكله باردي حق ويفيق من طعم البلوق المغربي هنا أدنى عندنا عند الهلال إيش قال؟ ذاك الهلالي بارد متسلسلي متسلسلي بارد لكن الهلالي بارد بوير مثل بوير الزبد خفيف خفيف لكن عاد هذا حبة أوشب أها نبون الهلال ذاك الهلالي بارد متسلسلي متسلسلي يشفي مرض الهواد ويبري علتي أها نبون الهلالي في الحلا ما ينتلي ما ينتلي وكل حبة أوشب وتمزر لي فمي وكل حبة أوشب عن بعض أرختين ويكلها من خلا واحدة يا ثمرة الزيتون أحلى فاكهة أحلى فاكهة وحتى الروائح أحلى من كل شيرة لكن طبع مرياحي عقب الماكلة لا تاكله بأسراف تبغى تعبره تعبره أما الصفرجل أما الصفرجل بارد في الماكلة أسمي الصفرجل بارد في الماكلة شوف أنت وشروات عمل بلوج وأحلى سكرة سكرة وساعة كشفت القشرة طعمه وزاهبه تطمع في ما كلته وتقدر تاكله اسمي صفرق البارد ما ترد عمرك صفرق البارد ما لو ترد لو عمرك لو سكري لكن بارد أحسن من البرتقال ها اسمي ما ترد عمرك بورقة ما تشوف القشرة لا وبوصف لك التفاح لحمه وقشرته انزين ايش من طبعه يوم تستبل التفاح اها لا تأكل قشرة ترى تصرف القشرة سمعت أبه عليك ياك قصوة بس غلط وبوصف لك التفاح لحمه وقشرته أه. يشفي عدد أمراض لو متمكنه في جسمك لو متمكنه ايش فيها مرة منها طبيب أقدر لها عليك بالتفاح يزول بها التفاح اسمه أبه وبوصف لك التفاح لحمه وقشرته يشفي عدد أمراض لو متمكنه لو كان أخضر ولا زايد حمرته حمرته حتى كبار السن يبغوا لذته يدوروا حتى لو مش ظروف